بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج. مذ أبصرت عيناي باحة داري، حب الحسين هويتي وشعاري. ركعتان لا تتركهما، لا تتنازل عنهما أبدا مهما كان الثمن. خلال اليوم عليك أن تصلي هاتين الركعتين لما فيهما من سحر عجيب في قضاء الحوائج. هاتان الركعتان عبارة عن صلاة الاستغاثة بالإمام المهدي المنتظر عليه السلام. هذه الصلاة العجيبة والغريبة في قضاء الحوائج، في إيصال رسالتك فورا إلى صاحب الزمان عليه السلام، وصاحب الزمان لا يتأخر أبدا في الإجابة عليك. ولقد قرأنا الكثير من الرؤى والأحلام في مقاطع فيديوية سابقة. كم من الفتيات بحمد الله عز وجل رأينا صاحب الزمان عن طريق صلاة الاستغاثة وقضى لهن الحوائج. صلاة الاستغاثة عبارة عن ركعتين، تقرأ في الركعة الأولى سورة الحمد، بعدها سورة الفتح، الركعة الثانية سورة الحمد، بعدها سورة النصر. بعد التسليم تقرأ الدعاء وأنت ناظر إلى السماء، أي أنك تقرأ هذا الدعاء وأنت تحت السماء، فيأذن الله سبحانه وتعالى بشفاعة بقية الله الأعظم الإمام المهدي المنتظر عليه السلام بقضاء جميع أمورك. والدعاء هو معروف، موجود في كتاب مفاتيح الجنان. سلام الله الكامل التام الشامل العام، وصلواتها الدائمة وبركاته القائمة على حجة الله ووليه في أرضه وبلاده، وخليفته على خلقه وعباده، إلى آخر الدعاء. فهذا يعتبر من الصلاة الموجبة لقضاء الحاجة. برنامج صباحات ولائية من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.